بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، تتواصل هذه الانطلاقات في ميدان التحدي في سن الثنايا، ونتقدم بالناموس لهجن الشيحانية لهذا الفوز في هذا اليوم، وبرفقة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي فاز بستة أشواط الماضية وكان صاحب أفضل توقيت، هو الريان اللي فاز بالشوط الرابع. على شاشة الريان هو أفضل توقيت 12 دقيقة 47 ثانية 92 جزء من الثانية، هذا هو الريان وتوقيته الأميز إلى هذه اللحظات. انتظروا المفاجآت، انتظروا المزيد من الأسماء الكبيرة التي ظهرت في هذا اليوم وسوف تظهر في قادم الأيام. مشاهدينا الأعزاء، شوط سابع ينطلق وتنطلق فيه الأبكار الثنايا. 22 اسم ينطلق في هذا الشوط، 22 مشارك أو مشاركة في هذا الشوط. الوجبة أم الظبي أم الدوحة؟ الله، الموقف المحرج، الموقف الحساس، 300 متر الأخيرة. أنا بقول لكم الدوحة سوف تتجاوز، سوف تتسلل، تسللت، وهذه الرياضة اللي يسمح بها بالتسلل. النقطة السابعة للعملاق، لكن الذهبي صامد، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الدوحة 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 الدوحة، هذه متعة سباقات الهجن في اللحظات الأخيرة، ولكن الظبي قادمة. لكن تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، اشكرك يا البدهوشي ولكن تأخرت شوي، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية ولمضمرها سلطان بن محمد بن سالم الويبي على هذا الفوز. المركز الثاني الظبي، ما قصرت الظبي، أدت العرض الممتاز لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الثالث اللي وصلت للمركز الثالث، الوجبة لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فهران المري المركز الخامس. المركز الرابع، ناخذ التوقيت الزمني، تهانينا والناموس لمالكي الدوحة لهجن الشيحانية. بعد منافسة استمرت إلى خط النهاية بعد صراع كبير مع الشعار الغرفاوي اللي ما قصر وما قصر المدهوشي، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي سلطان المضمرين، سبع أشواط في هذا اليوم، يا سلام. 12 دقيقة 58 ثانية 34 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. ووصلت هنا الظبي اللي وصلت بالمركز الثاني، تهانينا والناموس لمالك الشعار الغرفاوي، هذا الشعار الغرفاوي، شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني. 12 دقيقة 58 ثانية 48 جزء من الثانية، تهانينا والناموس